نبي نتكلم عن طريقة الجلوس السليمة في السيارة، ربط الحزام السليم في السيارة، مسك الدركسون السليمة في السيارة كالعادة كذا، دخل بسرعة ورمى نفسه جوا السيارة. الطريقة الأسلم الرجوع للظهر بالظهر، رجوع للخلف ثم الجلوس بالشكل هذا والاستدارة داخل السيارة، هذه الطريقة السليمة. الحين طريقة الجلوس السليمة داخل السيارة لازم تكون الركب متنية مع الوصول للسواقة للدعاسة بنزين والفرامل، الأيادي تكون الأكواع متنية ما تكون مستقيمة تماما مشدودة، فتكون مريحة شوية عشان لا سمح الله لو في حادث ما يصير خلع في الكتف أو في الحوض، فعندنا مع انتقال القوة مع الواحد إنه شادد نفسه فيصير الصدمة مضاعفة على العظام. طريقة مسك الدركسون بتكون في وضعية يا إما كأنها تخيلوها ساعة، فإما وضعية 9 و3 أو 10 و2، فإما هنا يا إما هنا يتمسك الدركسون ويكون الأدم السريحة لتحت شوية، وهذا طريقة سليمة. عندنا الأصابع تكون إذا على الأسفلت وسواق على الأسفلت بتكون الأصابع في الداخل راح ممكن ريحة، لو على الرمل بتكون الأصابع للخارج لا سمح الله عشان الأصابع لو حصل أي شيء في الرمل ما إنه لا سمح الله ضرر للأصابع. هذه طريقة مسكة الدركسون السليمة. طبعا لازم يكون في مساحة بينه وبين الدركسون عشان لا سمح الله الإرباك إذا انفتح، فبينفتح بسرعة 400 ملي ثانية في الثانية الواحدة وبسرعة 240 كيلومتر في الساعة، فلازم يكون في مساحة بينه وبين الإرباك عشان لا سمح الله مخدة هواء فتحت ما يكون في إصابات للوجه والجسد. طبعا دور مخدات الإرباك مع الحزام إنها بتخفف وطأة وقوة الصدمة، فالواحد ما الدركسون لا سمح الله يكسر الضلوع أو يسبب إصابات في الرئة أو في القلب قد تكون قاتلة.